نهار 17 أكتوبر اللي هو اليوم العالمي للفلاحات في العالم الكل، كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي الوحيدة اللي أصدرت بيان باش تذكر فيه اللي في اليوم اللي يحتفل فيه العالم الكل بالفلاحات، الفلاحات التونسيات يخلصوا أقل، الفلاحات التونسيات ما عندهمش وصول للأرض، ما يملكوش الأرض في تونس. أكثر من مرة لفتنا الانتباه وقلنا راهم 4% فقط يملكوا الأرض و 80% يشتغلوا في الأرض من القطاع الفلاحي، وكيف يشتغلوا في الأرض راهم أجرهم أدنى من أجور الرجال، وحتى مهامهم أقل، أكثر شقاء وأقل مردودية. الرجال هما اللي يخدموا كبرانة، هما اللي يعسوا ونساء أو ينقلوا، ونساء هما اللي يتكبوا على الأرض ويحفروا ويمشوا البطاطا. فهذوما الناس وقتها ما تذكروهمش في 17 أكتوبر وما انتبهوش للبيان متاع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. يتذكروا النساء الديمقراطيات وقت اللي يحسوا فما مصيبة، نهار اللي انت تقول المساواة في الإرث يقول لك هذا مش مطلب المرأة الريفية، نهار اللي تقول المرأة الريفية طالبة الوصول إلى الأرض والمرأة الريفية عندها مشكلة ماء والمرأة الريفية ما عندهاش مستوصف ولابد من ميزانية مبنية على التمييز بين الجنسين وعلى مقاربة النوع الاجتماعي، لأنه هذا ايش معناها ميزانية مبنية على مقاربة النوع الاجتماعي. ما يتفكروش الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وما ينظروناش، فيعاملونا بشكل فيه كثير من الخبث في الحقيقة. وشفنا حتى أنه ما هيش حملة تلقائية، وقت اللي نشوف شخص كيف ذلك الصحفي الموبوء بانتماءاته الإيديولوجية والسياسية، إذا كان جاز عليه اسم الصحفي ماهر زيد اللي أطلق حملة بصورة لنساء في القصر وصورة للنساء في صورة للنساء في حراك من أجل المساواة في الإرث تحديدا، واللي هما المناضلات نتاع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في 13 أوت، وصورة للنساء الفلاحات، فهذا كله محاولة للفت أنظار الرأي العام عن قضية من هو المسؤول عن موت النساء الفلاحات اليوم. خلينا نتفق شنو هي دور المجتمع المدني الساعة. إذا كان يتوقع الناس اللي المجتمع المدني هو حامل القفاف الطماطم والخبز، فهذا مش دور المجتمع المدني. المجتمع المدني مش مهمته أنه يسكت الناس على مطالبهم ببعض الإعانات، هذه من ناحية. المجتمع المدني دوره هو أنه يوثق الانتهاكات، ينقلها إلى الرأي العام، يلفت إلى ضعف السياسات، يخاطب السياسة ويحملهم مسؤولياتهم. هذا ما نعتقدش أنه حد ينجم يقول أنه الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات غير قائمة بهذا الدور. في المجال الاقتصادي والاجتماعي للنساء احنا من سنة 2000 عنا لجنة اسمها لجنة الشغل داخل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. بعد 2011 انتبهنا أنه فما مشكل الشغل وفما مشكل البطالة وفما الشغل غير المرئي للنساء. تحول اسم اللجنة هذه إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. قلنا لازمنا آلية للرقابة ورصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء. بعثنا مرصد أسمى فني لتكافؤ الفرص وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. مهمة المرصد هذا أنه يستقبل النساء ضحايا التهميش، ضحايا العنف الاقتصادي، ضحايا التحرش الجنسي في مواقع العمل، ضحايا الطرد التعسفي اللي هو يستهدف خاصة النساء. شكون كان يحكي على تفقير النساء في تونس؟ تعرف سنة 2005 نحن عملنا حملة اسمها الحملة الوطنية ضد الفقر. في ذلك الوقت بيان صدر من منظمات التابعة للحكومة، منظمة أمهات تونس، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى غير ذلك، قالوا ما عندناش فقر في تونس، ما عندناش، وهذو ما يكذبوا علينا وأجندات خارجية. اليوم نلقاو نفسنا في نفس المشهد. خلينا نتفقوا لدور المجتمع المدني هو أولا دور رقابي، دور ضاغط لتقديم المقترحات. يعني اليوم شفتوا الحملة الهوجاء اللي أقامها حزب النهضة تحديدا داخل مجلس نواب الشعب ضد كلمة النوع الاجتماعي في قانون الأساسي للميزانية في دستور الميزانية. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وقت اللي كل الناس تعاملت بكل معناها مقبولية ومعقولية مع هذه التصريحات للنهضة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أصدرت بيانا وقالت لهم أنتم ناس عندكم انفصام سياسي لأنكم في الحكومة تطبقوا في مقاربة النوع الاجتماعي اللي هما جزء لا يتجزأ من هذه الحكومة، حكومة الائتلاف السياسي، وفي البرلمان ضد كلمة النوع الاجتماعي، وضحوا لنا أموركم. هذا الدور متاع المجتمع المدني نعتقده، أنه نحن نفضحوا الانتهاكات وأنه نقدموا المقترحات وأنه نضغطوا من أجل تفعيل تلك المقترحات ونراقبوا السياسات، ونعتقد أن هذا قائمين منه. من الثمانينات بسياسة الانفتاح الاقتصادي بإعادة الهيكلة الاقتصادية، الفلاحة صارت من أقل الأولويات السياسية الاقتصادية أهمية عند الحكومات المتعاقبة. تلاحظوا اللي في البلاد ما فماش تركيز على شنية كيفاش ننهضوا بالقطاع الفلاحي. ف
فالمصيبة هي في رؤيتنا للاقتصاد التونسي شعب في أصله فلاح، شعب متعلق بالأرض، شعب أرضه معطاءة، ومع ذلك الدولة مش عاملة حتى شيء باش القطاع هذايا ما يدخلش في الهشاشة. يعني كتشوف اليوم أنه الصعوبات اللي يواجهها الفلاح والصعوبات اللي يواجهها العامل في الفلاحة يخليوا الناس ما عندهمش حتى حماسة باش يمشي يخدموا في الفلاحة. كيف ما يتحمسوش هما خاطر كي باش يمشي يخدم فيها ما يلقاش ضمان اجتماعي، ما يلقاش نقل، ما يلقاش أجر لايق، يلقى الحد الأدنى المضمون، وما تلقاش آليات رقابة باش كل فلاح مستكرش يعاقبوه وقت اللي يخالف قوانين الشغل. هذا كل يخليه شنو؟ يخلي الشاب اللي عمره 20 سنة طموحه أكبر من أنه يشتغل مجرد شغل باش يعيش به وباش يلمد لوبانيه نتاع آدم سميث، يولي انتظاراته أوسع. شكون اللي يقبل في الحالة هذه؟ يقبلوا النساء لأنه راها أيتام وراها عائلات وراها زوج معاق، كيف ما شفناها الحالات اللي شفناها في 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 السبالة في الحادثة الأخيرة. وبالتالي وقت اللي الدولة تكون هي ما عندهاش إرادة سياسية باش تنهض بالقطاع هذا، وقت اللي وزارة التشغيل انتبهت أنه يلزم بالفعل معناها آليات فورية اللي تخلي الناس ترجع لها الثقة في قطاع اسمه فلاحة، وقت اللي وزارة الشؤون الاجتماعية ما تراقبش الفلاحين، وقت اللي الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ما هوش معني بالمشتغلين في قطاع الفلاحة، معني فقط بالفلاحين وينظم لهم أمورهم وكل مرة يعملوا إضراب إلى غير ذلك على غير ما قد الأمور. وقت اللي وزارة المرأة وضعية المرأة الفلاحة بالنسبة لها هي أنها تضخ بعض التمويلات التلفيقية باش يخليه القطاع الفلاحي يمشي ويخدموا في قطاعات أخرى، وإلا التصور متاحة أنه إذا كان امرأة عندها بيرمين نجم نعطيها وسيلة نقل تولي تنقل بها. هذه تصورات فيها الكثير من التجزئة، أولا فيها عدم اهتمام بأنه الفلاحة ترجع لها قيمتها في بلادنا، وثانيا فيها تناول جزئي محدود يوري أنه ما فماش إرادة سياسية أنه القطاع ذايا اللي النساء يوكلونا منه هما يكونوا الأولانيات المستفيدات من الخيرات متاعه. المشكلة هيكلية في البلاد، لكن هذا ما ينفيش أنه اليوم الوضع المأساوي اللي وصلنا له يتطلب إجراءات عاجلة جدا، لأنه اللي وصلنا له أنه ناس لا متمتعين بالحق في السكن، لا عندهم صحة، لا عندهم بنية تحتية تخلي أولادهم يوصلوا للمدارس، لا عندهم مدارس، فهذوما ناس ما عندهم حتى شيء. وقت اللي نحن ماشيين للطريق للبلهدية للدوار بلهدية في الطريق نهار لحد لقينا نساء يخدموا في الأراضي الفلاحية، معناها الناس تقريبا من أجل العيش الحد الأدنى من العيش من أجل الرزق الخبزة المرة ينسوا الموت حتى وهما في قمة الحزن متاعهم وتكمل تشتغل لأنه باش تجوع في النهار ذاك. كنت وقفت في لحظة في المقبرة وما نجمتش نتمالك نفسي وبكيت، فجاتني أمال الضيفاوي اللي هي مناضلة من سيدي بوزيد، قالت لي المشكل مش هوني، المشكل انه مازلنا باش نبكيو، مازالوا باش يموتوا اكثر. علاش مازالوا باش يموتوا اكثر؟ على خاطر هنا نسمعوا من البارح مثلا بعد عمليه الانكار اللي قالوا ماناش مسؤولين، مباشره قالوا اتخذنا خطوات سريعه باش نوفروا زوج سيارات، باش نعملوا كذا، باش نعمل بعض الخطوات التلفيقيه. اي اما الحلول الهيكليه ويني؟ الحلول الهيكليه اللي فيها دور الدوله كراعي للنشاط الاقتصادي، دور الدوله كرقيب على عمل النساء وتمتعهم بالحدود، دور الدوله في انه توفر نقل للجميع. الناس الكل اليوم محتاجه الى نقل عمومي. البارح بركه ما ولاو يخدموا دي كونتور الوزراء متاعنا، نهار الكل يجيبوا في خبراء ويعملوا دراسات ويقولوا لنا التسرب المدرسي 60% في القروين متسربين مدرسيا، الاجور 25% في القطاع الخاص من نساء ما يخلصوش قد الرجال. دونك نهار كامل هما يحسبوا، المطلوب منهم مش انهم يحسبوا، المطلوب منهم انهم يسمعوا الناس يقولوا لهم منوال تنموي في كل منطقه كيفاش يحبوه، وانطلاقا من مشاغل الناس وانتظاراتهم. سمعنا نحن البارح في الاعلام وسمعناهم من نساء ورجال شو يقولوا، شنو الاولويات نتاعهم؟ الاولويات نتاعهم ما راهو ما في المنطقه هذيك حاجتهم بما. بمناسبة اليوم العالمي للشغالين ونظرا لظروف الشغالين في تونس باش نكونوا في بطحة محمد علي كعادتنا للتحرك مع النقابيات والنقابيين، ولكن بعدين باش ننسحبوا، مش باش ننسحبوا، باش نمشيوا في مسيرة انطلاقا من بطحة محمد علي وصولا إلى مقر وزارة المرأة للتنديد بالتعامل الحكومي. الحقيقة ما نلقاش أوصاف باش نوصفوا معناها، فبالتالي نحن باش نمشيوا نندوا بهم ونلفتوا لهم نظرهم اللي راهي المسؤولية ماهيش مسؤولية المجتمع المدني، أنهم هم
هما اللي قدموا انفسهم للانتخابات وطلعوا للسلطه وتصارعوا في داخل احزابهم وتصارعوا داخل المجلس النواب وتصارعوا مع بعضهم في وسط السلطه، ولحد الان ما لقاوش وقت للصراعات الاجتماعيه والاقتصاديه وللحقوق نتاع الناس اللي طالبوا فيهم. نعملوا اولا لجنه تحقيق. ايش معناها لجنه تحقيق؟ بمعنى انه باش نشوفوا ناس متعدين الاختصاصات ممثلين للجمعيات نتاعنا الكل بطبيعه الحال، تماما كيف ما عملنا في 2011، لجنه اللي باش تمشي تشوف تقف على الوضع هذا، لانه انا نعتقد انه فما امراض في المنطقه، نعتقد انه فما بنى تحتيه غايبه تماما، نعتقد انه الناس هذوما عندهم احتياجات اوليه يلزمنا نعرفوا شنو هي انتظاراتهم منها، ونعتقد انه فما انتهاكات قاعده تسلط عليهم بشكل يومي خارج شاحنات الموت وعربات الموت، فبالتالي بذوينا اولا نعرفوا رؤيه شامله على الوضع هذا ونحقوا فيه. بالنسبه لنا اكيد تخاذل الدولة باش يكون واضح في لجنة التحقيق، ومن هوني اتصلنا بعدد من المحاميات والمحامين في المنطقة وخارج المنطقة من المناضلات والمناضلين في البلاد الكل اللي قالوا مستعدين نكونوا لجنة دفاع باش نقاضيوا الدولة التونسية في خذلانها للناس هذوما.